أغوتهم ولم تترك رجلاً واحداً لم يقع في حبها. في هذه اللحظة وقعوا معها في المحظور ليكتشفوا بعدها أنها ليست من البشر وأنها امرأة من العالم الآخر، ودفعوا الثمن غالياً ولكن بطريقتها هي الخاصة. فما حكاية شبح مصنع الإسمنت في جنوب العراق التي أرعبت كل من سمع قصتها؟ سأحكي لكم أنا صفا زياني في ملخص القصة. خلال فترة التسعينات قامت الحكومة العراقية بالاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى في الدنمارك لإقامة مصنع خاص بإنتاج الإسمنت العراقي في إحدى المدن بالجنوب، فقامت الشركة باختيار أحد المصانع المهجورة والقيام بتجديده وافتتاحه مرة أخرى، واتفقوا مع مجموعة من العمال الشباب الذين ظلوا مدة عام كامل يعملون داخل هذا المصنع، وكان في المصنع غرفة مهجورة تسمى الفرن، لم ينم أحد فيها من العمال أو يقترب منها إلا عامل واحد فقط تشاجر ذات ليلة مع باقي زملائه، فقام بالمبيت في هذه الغرفة ولمدة 3 ليال متواصلة. فقد كانت هذه الغرفة من أكثر الأماكن المقبضة في المصنع، فاندهش زملاؤه كيف قام بالمبيت في هذه الغرفة المقبضة، ولا يبدو عليه الخوف أو الرعب أبداً، بل على العكس كان مبتسماً وفرحاً. فسأله زملاؤه وأخبرهم أن ما حدث معه كان أعجب من الخيال. حكى لهم أنه في الليلة الأولى لمبيته في الغرفة رأى فتاة جميلة للغاية اقتربت منه وأقامت علاقة معه، وفي هذه اللحظة لم يدري هل كان في حلم أم حقيقة، لكن ما كان واثقا منه أنه شعر بكل شيء وكأنه حقيقة. وتكرر الأمر في الليلة الثانية والثالثة، وتأكد الشاب أن هذه الشابة فقط تأتي لإقامة علاقة معه وتظل صامتة وترحل مع الشروق. في البداية استهزأ أصحابه بهذه القصة واعتبروها ضربا من الجنون، وقالوا إنه ربما يكون هلاوس وتهيؤات، لكن البعض الآخر بدأ يؤكد أنه ربما يكون في كلامه نوع من الحقيقة. وقرر زميل له أن يقضي ليلة في الغرفة ليعرف ما الذي يحدث فيها، وبالفعل نام فيها وقابلته هذه الفتاة وأقامت معه علاقة، وبدأ الموظفون العشر يتبادلون النوم في الغرفة، لكن اختفت الفتاة ولم يرها إلا 4 فقط منهم، وذكر كل منهم نفس التفاصيل رغم أن بعضهم لم يعرف تفاصيل الحكاية كاملة، وأكدوا على وجود نفس العلامات تقريبا في اللقاء معها. ولكن بعد فترة قامت الشركة بإغلاق المصنع نظراً لما كان يصدر من هذه الغرفة. البعض قال إنه كان يصدر أصوات غريبة، والبعض الآخر تحدث عن أعمال تعطيل مقصودة في المصنع حتى لا يتم فتحه مرة أخرى. الجزء الأغرب من الخيال هو ما حدث مع هؤلاء 4 الذين توقع الجميع أن يتأذوا وتأكدوا أن ما ظهر لهم كان جنياً أو شبحاً، وأن هذا الجان أو الشبح أو أياً كان سينتقم منهم، لكن ما حدث لهم كان ضرباً من الجنون. بالعكس، أحدهم أكمل تعليمه وأصبح موظفاً مرموقاً، والآخر بعد أن كان عاملاً في مصنع أصبح مديراً في وزارة الصحة، والثالث والرابع أصبحا من الأثرياء وتفتحت لهم أبواب ثروات غريبة، وهذا ما أثار دهشة زملائهم حتى اليوم، وكأن السعد أتى إليهم من أثر علاقتهم الغريبة بهذه الفتاة. حكى اليوتيوبر العراقي ساري حسن أنه كان إحدى عمال هذا المصنع وأنه شاهد على هذه القصة بكل تفاصيلها، وأن ما حدث حقيقياً وأن هذا المصنع لازال موجوداً في جنوب العراق ومهجوراً. ليبقى أمر هذه الشابة غريباً وعجيباً، ولا أحد يعرف من هي ومن أين أتت ولماذا ظهرت لهم ولماذا تريد لأحد أن يقوم بفتح المصنع مرة أخرى. لتبقى هذه الأسئلة غامضة مثل غموض المصنع المهجور.